تصدر ارسنال يخسر امام من يميدو؟ امام نادي ايفرتون. كم يحتل نادي ايفرتون؟ 16 مركز 16. نادي ايفرتون يحتل المركز 18 عفوا نعم برصيد 18 نقطه، وحاليا هو ساقط يعني القسم الثاني، لو ناخذ هذا الترتيب 18 19 20 يسقطوا الدرجه الاولى. ينافس منذ ثلاث مواسم ينجو من السقوط منذ موسم. هذا واش قلت لك منذ قليل ميدو، انه في انجلترا ما تقدرش تقول ما راهش يسجل امام الفرق الكبرى ويسجل امام الفرق الصغرى، لانه الفرق الصغرى وفرق المؤخره تقدر تفوز على متصدر الترتيب. هذه حلاوه الدوري الانجليزي وخصوصيه الدوري الانجليزي، تقدر تسجل على ليفربول ثم تصطدم بنادي مثل ايفرتون يحتل مؤخره الترتيب فلا تسجل عليه. اذا ايفرتون فاز على ارسنال بنتيجه هدف مقابل صفر. نشاهد هدف المباراة ثم نعلق على هذه الخسارة المرة لأرسنال. نعم خسارة غير متوقعة، خسارة مرة. إيفرتون غير المدرب، أعتقد بأنه تعرف جيدا بأنه في كرة القدم حسين هنا لاعب لما يتغير المدرب يجي هذاك الديكليك مورال، يعني تغير الأتموسفير وسان دو جروب تتغير شوية، جرعة أكسجين، جرعة أكسجين بالنسبة للاعبين. هدف اللي كان سجلوا ايفرتون عن طريق المدافع الاوسط جيمس تاركوفسكي، هكذا فوز كبير لمصلحه ايفرتون بعد اقاله فرانك لومبارد، اول فوز بالنسبه لايفرتون منذ رحيل فرانك لومبارد. ايفرتون اللي بقى 18 نقطه بعد بنقطه واحده عن ليد صاحب المركز 17، وكذلك ويست هام صاحب المركز 16 ب 19 نقطه، ويلفرهامبتون مركز 15 20 نقطه. لو نعود الى ارسنال، ارسنال في هذه المباراه مارتينيلي كان مر جانبا، ما كانش في المستوى، خرج في دقيقه 59. نعم في الشوط الاول اغلب اخطر لقطتين كانتا لمصلحه نادي ايفرتون عن طريق كالفرت لوين، هكذا كالفرت لوين. نعم كالفرت لوين بالاضافه الى اللاعب الاسمر اونانا. الشوط الثاني ربما ارسنال كانت عنده محاوله واحده، محاوله ساكا في الشوط الاول. في الشوط الثاني شفنا ايفرتون بقى بنفس الضغط، بقى بنفس العقليه الى غايه تسجيل الهدف الاول، الهدف اللي سجل المدافع تاركوفسكي اللي نعم. منح به ثلاث نقاط من ذهب ما عدا ساكا وزيتشينسكو. زيتشينكو لم الحظ تحركات كبيره من جانب نعم ارسنال لعب لعبه تحسهم لعبوا اتابات، كانوا شويه ستاتيك طيله اطوال المباراه. ربما الخطوره كانت تاتي من الرواق الايمن عن طريق ساكا ومن الجهه اليسرى عن طريق زيتشينكو، ما عدا ذلك كل اللاعبين الاخرين كانوا تقريبا مروا جانبا، بالاضافه الى لاعب محور الدفاع ويليام صليبا اللي قدم مباراه في المستوى على مستوى محور الدفاع. البقيه ما كانوش في المستوى، ما كانوش في مستوى كبير. اوديغارد ما ظهرش كثير، تشاكا نفس الامر. نعيد مشاهده هدف ايفرتون يعلق لنا عليه حسين مترف، من تسبب في هذا الخطا؟ كره ثابته. نعم. هنا الماركاج محمد، هنا يا الواحد ضد واحد نشوفوا كيفاش جاء من البعيد اللاعب وسجل هدف. اظن اوديغارد هو اللي كان مع هذا اللاعب. هل كان بامكان الحارس انه يخرج في هذه اللقطه؟ لا ليس بامكان، لكنها كانت حوالي 4 امتار بعيد عليه الكره. لا كانت ضربه محكمه وكانت يعني قويه محمد، شوف كيفاش كانت يعني بيان فلوبي محمد. صعبه ما يقدرش يخرج الحارس. انا كان الحارس التمركز تاعك، التمركز تاع الحارس ما كانش في الوسط، نقدر نقول لك تبع الكره بزاف، شوف خرج من الوسط، شو تبع الكره، لو كان في الوسط كان قادر يخرج الكره. شفنا في الكره كي كانت جايه الحارس يعني ديزاكسا خرج من سبعه امتار تاعو المحور المرمى يعطيك ساهم. ما عجبني هذا الموسم في 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 ارتيتا امين انه لا يتحجج عندما يخسر، يعني يقر بالهزيمه، عكس غوارديولا. هذه المره غوارديولا قال بان واحد من اسباب الخساره هي السفرية المرهقة التي قادتنا إلى العاصمة لندن، قال في كل مرة ننتقل إلى لندن نأخذ 4 ساعات ونصف إلى 5 ساعات حتى نلتحق بالفندق، يعني أسباب تبدو واهية أمين. شوف أرسنال في هذا الموسم قلنا أنه يخطو خطوات عملاقة نحو التتويج باللقب، ولكن قلنا دائما أنه عنصر المفاجأة وارد. إيفرتون مع مدربه الجديد شون دايش حقق هذه المفاجأة، ولكن للأسف في الجهة المقابلة مانشستر سيتي لم يقبل هذه الهدية ووقع في فخ الخسارة أمام توتنهام. لو فاز بالأمس لكان قد قلص الفريق إلى نقطتين فقط مع أرسنال الآن، وكأن
الدوري قد بعث من جديد بعد خسارة أرسنال وخسارة مانشستر سيتي. سنرى في قادم الأيام من سيكون صاحب النفس الأطول للفوز بالدوري الإنجليزي. ومانشستر يونايتد يتسلق سلم الترتيب في صمت، فاز هذا الأسبوع بهدفين مقابل هدف على كريستال بالاس رغم صعوبة المهمة. شوف أمام كريستال بالاس ميدو مباراة كانت صعبة قوية للغاية وقوية، ومانشستر يونايتد خرج من عنق الزجاجة وافتك النقاط الثلاثة بصعوبة بالغة جدا. إذن مانشستر يونايتد في المركز الثالث بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي. إذن الأمور صعبة وليست سهلة على الإطلاق، التنافس يشتد الآن حتى مانشستر سيتي يعود إلى المنافسة ويمكن أن يلعب الأدوار الأولى. كانت مباراة جد صعبة محمد إلى آخر دقائق، نشوفه كريستال بالاس يعود في يشد زمام المباراة في 20 دقيقة الأخيرة بعد خروج كازيميرو بالبطاقة الحمراء. نشوفه باللي الحكم راح للفار، يعني شاف كازيميرو لما كان يعني مع مشادات بين وبين الرقبة، شاف دل قياس الرقبة، ونشوفوا باللي هنايا كازيميرو اخطا، خرج يعني بالبطاقه الحمراء وكادت تكلفهم غاليه. نشوفوا باللي برينو فرنانديز يعني سجل ضربه الجزاء، ثم بعدها سجل راشفورد الهدف الثاني في الدقيقه 62. كازيميرو سيتعرض لعقوبه، سيغيب لمباراتين او 3 مباريات على اقل تقدير، هذا سيضع مانشستر يونايتد في ورطه. بعد ذلك عاد كريستال بالاس بقوه، عاد سجل تشلوب لاعب ليستر السابق وسجل هدف يعني تقليص الفارق. نشوفه كانت مباراه جد صعبه وكاد يعني يكون تعادل بالنسبه لفريق كريستال بالاس، لكن دافع يعني مانشستر يونايتد بكل شراسه في اخر المباراه وفتك يعني 3 نقاط اللي كانت مباراه جد صعبه بالنسبه لهم. نعم بالنسبه لمانشستر يونايتد مع إريك تين هاغ بدأ الفريق يجد معالمه شيئا فشيئا، النتائج تأتي تباعا، سلسلة نتائج إيجابية، 4 فوز على التوالي في كل المنافسات، فريق تأهل الأسبوع الماضي إلى نهائي الكاراباو كاب، نهائي كأس الرابطة، اليوم في المركز الثالث ب 42 نقطة على بعد 8 نقاط كاملة من نادي أرسنال و3 نقاط على مانشستر سيتي. الدوري الانجليزي مازال طويل، 20 ولا 21 مباراه، يملك مباراه متاخره سيلعبها يوم الاربعاء امام نادي ليدز في ملعب اولد ترافورد، لو يفوز سيصبح برصيد 45 نقطة بالتساوي مع اول ظهور ايضا ميدو لمارسيل سابيتزر لاعب النمساوي الجديد في صفوف مانشستر يونايتد، كان احتياطي في البايرن ربما قدومه بسبب اصابه إريكسن فقط، والا لما كان مانشستر يونايتد ليتعاقد مع سابيتزر اللي يعرفوا إريك تين هاغ جيدا، يتواجد اليوم في البايرن كاحتياطي كان لغوريتشكا وكيميتش. لعب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا كأساسي في مباراة الذهاب في الأليانز أرينا، اليوم إضافة بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد في ظل غياب إريكسن إلى غاية ربما شهر مايو القادم. نعم برونو فرنانديز رجل هذه المباراة، 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة منذ بداية الموسم أمين، أحيانا مستواه في تصاعد وأحيانا مستواه ينخفض، عدم ثبات في المستوى لهذا اللاعب، ولكن يبقى قطعة أساسية في تشكيلة مانشستر يونايتد. اللاعب الأبرز حسب رأيي مؤخرا ليس برونو فرنانديز، بعد كاسيميرو راشفورد هو أبرز لاعب، وصل تخيل أنه وصل إلى هدفه 15 على ملعب الأولد ترافورد في آخر 12 مباراة فقط، يعني عنده أكثر من هدف في كل مباراة، لكن في الدوري سجل 10 أهداف فقط من 19 مباراة أمين. في آخر مباريات محمد هو أكثر من سجل أهدافا في الدوري الإنجليزي وأحسن هداف حاليا في الدوري الإنجليزي في آخر المباريات، يقدم مستوى تصاعدي رائع جدا، لاعب سريع جدا، مراوغ، قناص، كان هدف جميل أمين، عمل جماعي، شوفوا كان هدف جد جميل بالنسبه لمانشستر يونايتد. نقدر نقولوا تين هاغ بدا تظهر ملامح اللي كان فيها كي كان في اجاكس. هذه الفلسفه، هو حاب يلحق لهذا اللعب للعب الجماعي، طريقه الاستحواذ كانت الرباعي الهجومي راشفورد فرنانديز انتوني وفيغورس، هل هي الخلطه السحريه المناسبه لتين هاغ؟ شوفوا الخلطة السحرية هي كازيميرو هو اللي راهو يمر بفترة جد زاهية، هو اللي عطالهم توازن في وسط الميدان مع فراد وفي بعض الأحيان مع إريكسن اللي راهو مصاب في الآونة الحالية. هذه الخلطة اللي تتحدث عنها انفجرت في هذه المباراة وكادت تؤدي بمانشستر إلى كارثة، لكن كازيميرو عندما خرج لي ولت الكارثة، نشوفوا بلي خلالهم يعني فراغ في وسط الميدان،
نشوفوا بلي مهاجمين يعني راشفور يعود بقوه، برينو فرنانديز لاعب مميز، لاعب مهاري، جوده عاليه بالنسبه له في تمرير الكرات، بالنسبه له في تسجيل الاهداف، عنده سهوله يعني في ترويض الكره وفي المشي بالكره، لاعب مهاري. نشوفوا راس الحربه الجديد اللي استخدموه في الميركاتو الشتوي، لاعب ايضا لاعب عنده بنيه مورفولوجيه قويه يقدر يساعد مانشستر يونايتد في باقي المشوار، حتى انطوني لاعب مهاري، وحتى وين ما راهوش يمر بفتره جد يعني ممتازه يقدر يعطي اكثر من هذا انطوني. انطوني ولا غير فقاعه حسين، ولا غير فقاعه انطوني تشريه 100 مليون يعرف غير يروح للاخر يرد، تعطي اغلب الكرات تمررها له يعاود يردها، ما يدير لك حتى تفوق عددي ولا يدير لك يحسم لك المباراه، زعما يدخل كيما كاع الاجنحه في العالم، يدخل الى منطقه العمليات يحاول يراوغ لاعب لاعبين وهو لاعب مهاري، ما تقعدش تحكم الكره في الجانب الايمن في اقصى الجانب الايمن وتقعد دير هذيك المراوغات اللي ما عندها حتى معنى، اللي ما تساعدش الفريق. اغلب الكرات التي يستلمها يعاود يردها للاعب سواء وسط الميدان ولا وسط الميدان ولا بطريقه عرضيه، ما لحد الان نقول لك 100 مليون خساره في هذاك 20 مليون ما تزيدلوش فوق ال 20 مليون لحد الان، هذا المستوى لا يقدم فيه، تبقى له حسنه واحده وانه مازال صغير في مقتبل العمر يقدر يتطور، لكن الى حد الان ما يقدمه مع مانشستر يونايتد لا يستحق حتى 20 مليون جنيه استرليني. نعم، منظومه ليفربول تنهار في وضح النهار، هذا هو العنوان المناسب للحاله الكارثيه التي وصل اليها الليفر الذي كان مجرد ذكر اسمه ترتعد فرائس المنافسين لسماعه، الآن ليفربول في الهاوية، ليفربول في كارثة، ليفربول يحقق أرقاما لا يمكن وصفها إلا بالمهزلة، لا يمكن تفسير ما يحدث لليفربول في آخر مباراة 3-0 أمام ولفرهامبتون، لم نفهم ماذا حدث في ربع ساعة الأول لميدو، لا يمكن تفسير ما حدث لليفربول في ربع ساعة الأول. الأخطاء المرتكبة في أول ربع ساعة من مباراة ولفرهامبتون هي نفس الأخطاء المرتكبة في الجولة الماضية والجولة التي قبلها والتي قبلها وفي منافسة الكأس وفي منافسة الكاراباو كاب. ليفربول لكل بداية نهاية ولكل شيء حدود، ليفربول ولاعبوه تحس أن الفريق لا ليس بإمكانه أن يقدم أفضل من كل ما قدمه في السنوات الأخيرة. رحيل ساديو ماني ما هوش سبب المباشر في انهيار ليفربول بنسبة 100%، لكن عنده تأثير كبير فوق أرضية الميدان رحيل ماني. أعتقد بأنه ليفربول يحتاج إلى تغيير فلسفة، يحتاج ربما إلى مدرب جديد بدم جديد بفلسفة جديدة، لأن طريقة كلوب قلت لكم منذ بداية هذه السنة في فريق دولي، كلوب غادر ماينز من الباب الضيق وغادر بوروسيا دورتموند مطرودا من الباب الضيق، حتى أليكس فيرغسون تحدث عليه قبل 3 أشهر ولا 4 من الآن، قال انظروا إلى نهاية كلوب دائما تكون بطريقة سيئة بسبب الضغط الكبير اللي يفرضوا على اللاعبين والعمل البدني الكبير، لأنه أسلوب لعبه يعتمد على الضغط العالي، البلوك فريمو أفونسي يضغط بست لاعبين في منطقة الخصم من أجل استرجاع الكرة سريعا واللعب على الارتداد بسرعة نحو مرمى الخصم. مشات موسم أول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع، لكن ما تقدرش بنفس اللاعبين وبنفس الأفكار أنك تمشي لمدة 6-7 سنوات دائما، لكل شك مرضي عندها الرماد تاعها، لذلك كرة القدم هي هكذا، الفلسفة في كرة القدم تمشي لك عامين 3-4-5-6 بعدها يجي المدربين ولا يجي والناس تقراك، خاصة في ظل التطور التكنولوجي اليوم الناس تقراك تحلل لك مبارياتك، لذلك سقطتك تكون أقوى وأشد صدى من صعودك إلى القمة. هذه هي كرة القدم، هذا هو حال كرة القدم.